السلام عليكم الغزالات، والصلاة والسلام على رسول الله. كرحب بكم من جديد على قناتنا إبداعات نهى للنواعم للزينوشات، وكنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال يا رب. لا ما شاء الله غادي تشوفوا معايا الغزالات ديالي جوج ديال الوصفات للتبييض، التبييض الفوري للبشرة، سواء الوجه ديالكم، سواء الإديدات ديالكم، الجسم اللي بغيتيه الغزالات ديالي، بمكونات متوفره بكل بيت. فغنعطيكم جوج ديال الوصفات. غنعطيكم الوصفه الاولى فهي جد سهله وبسيطه، كتستعملوها هي الغزالات ديالي قبل الحمام المغربي. والبنات اللي ما كيعرفوش ما هو الحمام المغربي، فالحاجه الاساسيه فيه اللي هو الصابون الاسود او ما يسمى بالصابون البلدي. فغادي تلقاوه. المهم البنات اللي ماشي من المغرب راكم عارفين الصابون المغربي الاسود، معروف انه كيحيد الجلد الميت. ونبغي نذكر البنات اللي مازال مشتركوش معنا على قناتنا حموموشة تي في، كرحب بكم على قناتنا حموموشة تي في، مرحبا بكم. راني كنعمل معكم فيها بث كل يوم ان شاء الله، وكنجاوب على كل تساؤلاتكم، وكنهضروا على مواضيعنا الحياتيه، اي حاجه كنهضروا عليها. فخليكم معايا تشوفوا معايا مقادير الوصفه الاولى. الحاجة الأولى والمهمة في هذه الوصفة هذه كنديروها يا البنات قبل الحمام المغربي. غنعطيكم وحدة غادي ديروها وقت ما بغيتوا بلا كاع حمام مغربي، فغادي ديروها. فهذا هو الصابون البلدي، ها هو أو ما يسمى ب الصابون الأسود المغربي. شفتوه معايا البنات اللي مقيمين هنا بفرنسا، فغادي تلقاوه في البازارات، عطاه الله في البازارات يا الغزالات ديالي، راكم غادي تلقاوه. وغادي نحتاج كذلك الى إيلان، ها هو إيلان مطحون. انا دائما كنطحنو، كيبقى عندي. كنستعملو الغزالات ديالي للوجه، كنستعملو في التبريمات، كنستعملو واحد الحاجه اللي فنه فنه فنه، يعني هذه تبريمه ولا اروع، من مكونين فقط الا اللي هو الانجبار او كذلك يسمى بحبوب الدخن، ويسمى كذلك بالبشنه، قلت لكم باللهجه المغربيه وكذلك الجزائريه. فغادي تاخذوه بدون تحميص، غادي تاخذوه وغادي تطحنوه. والطريقه اللي غادي ديروها انكم غادي تاخذوا يا الغزالات ديالي ملعقه كبيره من من الصابون الاسود المغربي او ما يسمى بالصابون البلدي، عليه ملعقه كبيره من إيلان، وغادي تضيفي عليهم القليل من الماء، وغادي تمزجي كل هاد المكونات مع بعض، وغادي تخليهم يا الغزال ديالي لمده 5 دقائق تنسجموا المكونات مع بعض، ثم تطلسين يا حبيبتي. غادي توضعي لكامل الجسم. وبالنسبه للوجه، البنات اللي غادي يسولوني انا يا البنات ما كنزعمش ندير الصابون البلدي للوجه، لان سبق واستعملته للوجه ديالي، انا بشرتي حساسه بزاف الصراحه، حيد ليا كاع الجلد الميت. ولكن المشكله اللي كندارها ليا انا وخلى ليا شي نقيطات حمرين في الوجه ديالي، وبقاو ليا في الوجه ديالي تقريبا يومين. لهذا الا عندك البشره حساسه فما كنصحكش ابدا انك تستعملي الغسول الصابون البلدي، عفوا الصابون البلدي المغربي للبشره. ثم غادي توضعيها على البشره ديالك وعلى الجسم ديالك كامل، وغادي تخليها لمده 20 دقيقه الى نصف ساعه. ومن بعد غادي ترشي الجسم ديالك بالماء، يعني قد ترشي تستعملي الرشاشه، يعني غتغسلي الجسم ديالك كامل بالماء. ثم غادي تستعملي الليفه المغربيه، ثم غادي تستعملي الغزال ديالي الليفه المغربيه، وغادي تحكي الجسم ديالك طبعا بكل رفق وحب وحنين. ثم غادي تغسلي ليا البشره ديالك بصابونه القمر، طبعا صابونه القمر راه زوينه زوينه بزاف لتبييض الجسم، لتبييض المناطق الحساسه، لتبييض الوجه، واحد الحاجه فريمون فنه فنه. فقط كتبوا صابونه القمر ابداعات نهى للنواعم. وهذه هي الوصفه الاولى، هذه تستعمل مره واحده فقط في الاسبوع، فهي تكفي. وبامكانكم كذلك البنات اللي عندهم الكوعين ديالهم كحلين ولا الركيبات ديالهم كحلين، فهي الغزالات ديالي هذه الوصفه غادي تستعملوها، تخليوها نص ساعه وما غاديش تغسليها هنا وهنا، الا كحل لك الغزالات ديالي ما غاديش تغسليها، غادي تاخدي النيشان هذاك الكيس وتحكي وهي باقه فيك، ثم غادي تغسلي وعاود باش تحيد لي كل هذاك الجلد الميت. والان غادي نمروا الى الوصفه الثانيه، خليكم معايا.
الان غادي تشوفوا معايا الوصفه الثانيه او التبريمه الثانيه كذلك لتبييض كامل الجسم، وغنعطيكم فيها كذلك الطريقه اللي غادي تستعملوها للوجه. البنات اللي بغاو يستعملوها للوجه غادي تحيد واحد المكون وغادي ديروا في بلاصتو واحد المكون اخر. ولا عجبكم هذا الفيديو حطوا لي لايك الغزالات ديالي وبارطاجيوه باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. كنتمنى من اعماق قلبي انكم تبارطاجيو الفيديوهات ديالي على الفيسبوك وكذلك مع صحاباتكم في الواتساب، شجعوني اكثر واكثر يا الغزالات ديالي. فالوصفه الثانيه غادي نحتاج فيها الى الغسول الابيض او ما يسمى بالطين الابيض. مع الاضاءه ما باينش، هو هذا كيبان لكم اكيد كيبان. فغادي نحتاجوا الى الغسول الابيض او ما يسمى بالطين الابيض، كيكون بحال هكا، كيجي بحال هكا يا الغزالات ديالي، شفتوه معايا. غادي نحتاجوا الى ملعقه كبيرة وغادي نحتاج كذلك الى المايزينا او ما يسمى بالكورن فلاور. المايزينا ها هي الغزالات ديالي، المايزينا كذلك كتعطي واحد التبييض زوينه وكتحيد لينا كاع داك الجلد اللي كيكون ميت. وبالنسبه لهذا الغسول الابيض كيليق للبنات اللي عندهم الحبوب ولا لي طراس ديال الحبوب في البشره ديالهم ولا في الجسم ديالهم، فراها زوينه زوينه يعني واحد الحاجه اللي فنا والتوب ديال التوب يا اختي. وهنا عندي الحلبه مطحونه طبعا مخليها اختي في ميكتا باش تعرفوا بلي جديده يا اختي. طب جبتها من عند العطار اللي فراس الدرب، ويلي باركه من الكذوبيان. وها قلت لكم يا الغزالات ديالي هي هادي. غادي تاخدي الحلبه وغادي تطحنيها، من الاحسن انكم تطحنوها عند العطار باش تطحن لكم مزيان مزيان تتولي بحال الدقيق. انا كنحمق على الحلبه مصاحبه معاها يا اختي في الوصفات، كنستعملها الوصفات ديال الغلط، كنستعملها للتطليس في الوجه ديالي، كنستعملها في التبريمات، واحد الحاجه فنه والتوب ديال التوب. هاد المكونات بثلاثه هما هادو شفتيهم معايا الغزال ديالي. الى غادي تستعمليهم للبشره ديال الوجه غادي تخلطيهم باليوغورت الطبيعي وغادي تخليها على الوجه ديالك، غادي تاخدي ملعقه ملعقه وغادي تخلطيهم باليوغورت الطبيعي وغادي تخليهم يا الزينه ديالي على البشره ديالك لمده 20 دقيقه. ثم غادي تبداي ديري بحال هكا من الاسفل الى الاعلى، من الاسفل الى الاعلى وكذلك الانف بهذه الطريقه هذه باش تحيدي كاع داك الجلد الميت. وما شاء الله ما شاء الله ضمنا لك الغزال ديالي من الاستعمال الاول وجه ديالك هكا غادي يبري غادي يضوي تبارك الرحمن. وبالنسبه للبنات اللي بغاو يستعملوها كتبريمه لكامل الجسم، العريسات اللي كيقولوا لي يا راه من بعد لكم فين ما راه غادي نتزوجوا راه كذا راه كذا راه كذا، الله يفرحكم يا الغزالات ديالي والله يدوز لكم كلشي بخير وعلى خير وكلشي يكون مبارك ومسعود باذن الله تعالى. فغادي تاخذوا هاد المكونات هادو وغادي تخلطوهم بالبطل ديال الحفله اللي هو الصابون المغربي اللي هو هذا. طبعا هذا جابته لي واحد صاحبتي كادو، الصراحه هي البنات ما نكذبش على ربي جابته لي كادو من واحد البازار حيت عارفاني انا عزيز عليا هذا الشيء ديال الوصفات وهكا، فجابته لي لان انا الاغلبيه هذاك اللي كنت كنلقاه داك اللي مخلط مع العكر الفاسي وانا ما كنبغيش، وهي جابت لي هذا لقاته لي فين جابته لي جابته لي من ارجنتوي. البنات اللي ساكنين هنايا بايل دو فرانس راه غادي تلقاوه في ارجونتوي، واحد الحاجه اللي فريمون فنه فنه وزوينه كنتمنى فعلا انكم تستعملوه حتى البنات اللي من الاقطار الاخرى. عفاكم يا الغزالات ديالي جربوا هذا الصابون المغربي راه فنه التوب ديال التوب. واحد المره كنت وريتكم الطريقه باش غادي تصاوبوه، ماشي هو هو ولكن المهم التقريب ديالو في المنزل. للاسف داك الفيديو تحذف ليا من القناه فغادي نرجع نحطو معكم ان شاء الله. غادي المهم غادي تاخذوا هاد المكونات وغادي تخلطوهم بهذا الصابون البلدي هذا مع القليل من الماء وغادي توضعيهم على كامل الجسم، وتقدري انك تخليهم الغزال ديالي حتى لنصف ساعه ثم يعني تغسلي الجسم ديالك ثم غتبداي بالليفه يا الحبيبه ديالي. طبعا استعملوا الليفه ماشي عاوتاني شي وحده كيكون عندها العنق ديالها كحل ولا الركب ديالها كحل ولا كتمشي على ديك البلاصه هاك بالك هاك بالك، راه عاد كتزيدي الغزال ديالي انك تدبغيها. فإلا غادي تحكي اي بلاصه حكيها بكل رفق وحب وحنين. وبالنسبه للبلايص اللي عندك مثلا كحلين عندك الابطين عندك اي منطقه، المهم راكم فاهميني عندك فيها المشكله، فضروري من التقشير استعملوا التقشير بالقهوه مع زيت جوز الهند بشكل يومي راه كتعطي نتيجه زوينه. وحاولوا انكم تستعملوا داك الموس ديال البشره مثلا لهنا لتحت الابطين باش تحيدوا داك الجلد الاسود اللي كيكون كيعطيكم هذاك اللون اللي كيكون
وبالنسبه لي غادي تستعملوا هذه الوصفه للوجه مع اليوغورت الطبيعي، فبامكانكم تستعملوها مرتين في الاسبوع، فهي تكفي. ومن المره الاولى غادي وجهكم ما شاء الله غادي ينوري الغزالات ديالي. الى عندكم اي تساؤل او اي اقتراح كالعاده ما تردكم الا اناملكم، تكتبوا لي تحت ان شاء الله بالتعليقات وبارطاجيو الفيديو باش الكل يستفيد معنا وتعم الفائده. واي وصفه بغيتوها من هالعين قبل هالعين فقط كتبوا لي يا الغزالات ديالو. مرحبا بكم على قناتنا حموموشات تي في، راني كنعمل فيها بث معكم وكنجاوبكم على المباشر، واي واحد عطاني شي سؤال راني ماشي كنقرا السؤال اللي عجبني، كنقرا واحد بواحد واحد بواحد واحد بواحد وغنجاوبكم كلكم يا الغزالات ديالي. ما تنساونيش بشي دعوه ديال الخير وترحموا لي على الوالده. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.